أهلا بكم مشاهدينا في قراءة لأبرز ما جاء في الصحف اليومية المغربية لعدد نهاية الأسبوع السبت الأحد 2 و3 نوفمبر. نستهل جولتنا الصحفية من أخبار اليوم التي أشارت أن التصعيد السياسي والدبلوماسي في أعلى مستويات القرار بين المغرب والجزائر أسفر حتى الآن عن سحب السفير المغربي من الجزائر وانطلاق حملات إعلامية هجومية تذكر بفترات الحروب التي تدور بين الدول، وفي الوقت الذي تؤكد فيه جميع الكتابات والتقارير الدولية إمساك جنرالات الجيش الجزائري بمقاليد الحكم والسلطة. هل يمكن أن تتحول الاصطدامات الكلامية والسياسية والدبلوماسية إلى حرب عسكرية مباشرة بين جارين سبق لهما رفع السلاح في وجه بعضهما البعض سنوات قليلة بعد استقلالهما، ويخوضان منذ 40 سنة حربا غير مباشرة فوق رمال الصحراء؟ هذا الخبر أوردته الجريدة تحت عنوان هل تتحول المواجهة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر إلى حرب عسكرية؟ الداخلية تصدر إجراءات عقابية في حق رجال وأعوان السلطة، هكذا عنونت المساء، حيث تطرقت الجريدة للإجراءات العقابية التي أصدرتها وزارة الداخلية خلال سنة 2013 في حق 59 حالة جراء الاختلالات والنواقص المسجلة توزعت بين العزل من عضوية أو مهام رئيس المجلس ونوابه والإحالة على المجالس الجهوية للحسابات أو المتابعة القضائية، بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية المتخذة في حق الموظفين أو رجال وأعوان السلطة وعزل نواب الجماعات السلالية. ونقرأ في جريدة الأخبار أن صفحة سكوب تيزنيت ترعب فتيات وفتيان المدينة، ففي الوقت الذي اختفت فيه سكوب بعض المدن مثل مراكش وأكادير من موقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال منشئيها، عادت هذه الصفحة للظهور هذه المرة بمدينة تيزنيت، وتتضمن الصفحة حسب الجريدة صورا لتلميذات وتلاميذ من أحياء مختلفة بالمدينة منشورة على حائط موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نختم من جريدة العالم التي تطرقت للدراسة التي نشرتها الجمعية العالمية هيلب ايج، والتي أشارت إلى أن المغرب من بين الدول الأقل اهتماما بفئة المسنين، وأن هؤلاء يعيشون في وضعية الهامش بالنسبة لباقي فئات المجتمع. وحسب دراسة قام بها معهد الدراسات الديمغرافية، فإن المغرب جاء في الرتبة 81 من بين 91 دولة من دول العالم، غير بعيد عن تنزانيا وأفغانستان التي احتلت الرتبة الأخيرة، مضيفة أن أكثر من 1 مليون مسن خارج اهتمام وزارة الأسرة والتضامن. تفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى تقرأونها في جريدة العالم. بهذا نكون قد أنهينا جولتنا الصحفية في قراءة لأبرز عناوين الصحف اليومية لعدد نهاية الأسبوع. دمت في رعاية الله وإلى اللقاء.